كما واستقبل الكريم مدير عام الموارد المائية المهندس باسل الرحيم ومدير ماء صلاح الدين المهندس محمد محمود، وتم بحث الملف المائي في المحافظة والخطط الموضوعة لمواجهة النقص الحاصل في منسوب المياه في حوض دجلة والتعليمات الصادرة بخصوص عملية المراشنة التي تم اعتمادها مؤخرا. وحضر الاستقبال عدد من أعضاء مجلس المحافظة. اليوم تم اجتماع مع السيد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين أستاذ أحمد كريم بخصوص جدول المراشنات على عمود نهر دجلة. للعلم أن مديرية أن وزارة الموارد المائية تعطي إسالة الماء يعني أولوية أولى بإيصال الماء الصالح للشرب للمواطنين، ومن منطلق واجبنا الوطني الوقوف مع محافظات الجنوب لكون يعني اغلب مجمعاتنا ومشاريعنا ما عدا قضاء بلد والدجيل واقع على مشروع الاسحاقي، والباقيات على عمود نهر دجله اصبح مقترح لدى مجلس المحافظه لكي يكون مراشنه يوم واحد لكل قضاء على مستوى المحافظه. ومن هذا شاشتكم الموقره نطمئن اهلنا في محافظه صلاح الدين ان الحصه المائيه لايصال الماء الصالح للشرب مؤمنه بالكامل لعموم المحافظه.